طب بلغرود هذه المقاطعة الروسية المحاذية للدولة الأوكرانية تعرضت لعملية نوعية استهدفت قوات الاحتياط والمتطوعين الذين يتدربون على إطلاق النيران في ساحة للقتال ومعسكر روسي هناك. بماذا تعلق على هذه العملية النوعية التي راح ضحيتها بعض من هؤلاء المتطوعين؟ يعني طبعا هي احنا في حالة حرب حاليا وكل شيء في الحرب مباح، يعني وهذه العملية استهدفت منطقة عسكرية لم تستهدف منطقة المدنيين او المستشفيات كما يفعل بوتين. يعني فاحنا في حالة حرب، ويعني روسيا من قررت، او بوتين تحديدا ليس روسيا، من قرر ان يبدأ هذه الحرب، ولذلك عليه ان يتحمل نتيجة قراره. يعني طيب العملية النوعية التي استهدفت جسر القرمة وصفت أيضا بأنها عمل استخباراتي رفيع المستوى، بماذا تعلق على هذا الأمر وتلك الضربة القوية وخروج وثيقة في الوقت الراهن من قبل موقع حكومي روسي يتحدثون في هذه الوثيقة عن أنه لا يمكن إصلاح هذا الجسر قبل شهر يوليو المقبل، فبماذا تعلق؟ يعني عملية جسر القرمة عملية نوعية، وأهم ما فيها زي ما قلت حضرتك قبل كده أن هذا الجسر محمي بشكل كبير جدا، محمي بأكبر قوات، أعلى قوات نخبة في الجيش الروسي، ومحمي بمنظومة S-500، أعلى منظومة دفاعية صاروخية للدفاع الجوي في الجيش الروسي، والمخابرات الروسية تحمي هذه المنطقة يعني بشكل مكثف جدا. وعندما تتم عملية بهذا الحجم ويتم دمار بهذا الحجم فهي بالتأكيد عملية استخباراتية من الطراز الأول، وهذا يعني فشل استخباراتي كبير جدا. كما شفنا أيضا عملية اغتيال ابنة مفكر أو عقل بوتين دوغان، يعني التي تمت في قلب موسكو. لذلك يعني أنا بكرر أن يعني بوتين يعني هو واهم إذا كان يظن أنه يستطيع الوقوف أمام العالم كله، أو يستطيع الوقوف أمام مخابرات العالم كله. هو يعني شخص واحد.